السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. رجعت لكم أنا بشرة من قناة تنظيم البيت والمطبخ. كنتمنى تكونوا بخير، وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو. فيديو اليوم هو عن القطايف الشرقية أو القطايف المصرية، هي كتعمل في عدة دول. فهذه قطايف أو ممكن نسميوها إحنا عندنا بحال البغرير، كيكون محشي بالمكسرات. فنبداو الفيديو على بركة الله ونشوفوا المقادير والمكونات. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوها، تقريبا كوبين من الماء دافي، كوبين من الطحين الدقيق فورس، ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من الحليب بودرة، رشة ملح، وملعقة صغيرة من السكر. هادو هما المقادير، يعني مقاديرها بسيطة جدا وما فيهاش لا تعب ولا فيها حتى حاجة. بالنسبة للطريقة، غادي نخلطوا كل المكونات هذه في الخلاط الكهربائي حتى كتخلط معانا مزيان. وكنحطوها في واحد العلبة، كنخليوها تخمر مدة ساعة تقريبا او حتى كيتضاعف الحجم ديالها. من بعد كنبداو نخدمو فيها، وغادا نوريكم كيفاش غادا نعملها. بالنسبة للخليط، كتكون هذه هي الكثافة ديالو، كيكون بحال الخليط ديال البغرير، يعني نفس الكثافة. وفقط هكذا كنخليوها، كنسدو عليها اولا كنحطوها في شي علبة وكنغطيوها جيدا، وكنخليوها حتى كتخمر مثل ما قلت لكم لمدة ساعة. بعد ذلك كنبداو نخدمو فيها. هنا البنات بعد ما خمرات كيتضاعف الحجم ديالها. غير واحد الملاحظة، انه ممكن بعد ما تخمر تقال شوية، الى حسيتوها تقالت شوية في الخليط تقال، ممكن تضيفوا له شوية ديال الماء. يعني كيف ما درت انا، فلقيتها تقل شويه، خففتها بشويه ديال الماء، يعني شويه نص كاس مثلا تاع الماء. من بعد حطيتها في هذه اللي كنت وريتها لكم قبل، تاعت المشتريات كنت شريتها، تاعت هي هذه تاع البانكيك، وتاعت يعني القطايف، وتاعت الكاب كيك. صراحه زوينه، عجبتني، كنصحكم بها البنات اللي عرفتوا انكم تاخذوها. صراحة عملية ورائعة، يعني ما كتوسخش لك الأواني بزاف، ما كتاخدش الوقت، يعني غير تحطيها، تحطي الخليط كله هكذاك ونزليه. فهنا البنات مثل ما شفتوا، كتحتاجوا طبعا المقلة ديال الطفال. كندير هنا يعني داك الخليط، يعني هكذا غير مغرفة صغيرة، وكنخليه حتى كيتقب من الفوق بحال البغرير، عاد باش يعني كنحيدها وكنعاود نكمل كندير يعني بقية الكمية اللي عندي. فكما غادي تشوفوا هنايا، غادا نعمل واحدة ثانية باش تشوفوها يعني اوضح. هكذا كندير غير شوية ديال الخليط، يعني ماشي شي كمية كبيرة، باش ما تجيكمش غليظة وما تجيكمش يعني كبيرة في نفس الوقت. هنا البنات بعد ما كملت الكميه كلها، غادي بالنسبه للحشوه، فانا هنا اخترت اني نعمل الزبيب والجوز الهند او الكوك والكاوكاو، كاوكاو مطحون شويه، يعني غير هكذا مهرمش كما كنقولوا ليه حنايا. كنخلطهم جيدا كلهم مع بعض، وكنضيف عليهم شويه ديال القرفه، يعني غير باش نسمهم. نتوما لكم الاختيار، ممكن تعملوا اللوز بلاصه يعني في مكان الكوك، ممكن تضيفوا فانيليا، ممكن تضيفوا السكر، واما ما نظنش لانه حنايا غادي نحطوها في العسل، فهكذا كتبقى يعني كيبقى
المذاق شويه ديالها خفيف باش ما تجيش ثقيله يعني في الاكل. ففقط كنخلط هاد المكونات هكذايا، وكنجيب ديك القطايف ديالي، كنحاول ان نقفلها من في الاول هكذايا مثل ما شفتوا، ومن بعد كنحط الحشوه، عاد كنكمل القفل ديالها، كنضغط عليها بالايد ديالي مزيان، وهي يعني كتقفل وما كتحلش ابدا في القلي الا سديتيها مزيان بالصوابع ديالك. فهذه واحده تانية هكذا كنسدها في الاول، ومن بعد كندير واحد 2 معالقات صغار ديال الحشوه. غير نتوما، انا لانه هادو عندي شويه كبار، نتوما الا كانوا عندكم صغار يعني ما تعمروهمش بزاف باش ما تفتح لكمش في اثناء القلي. ففقط كنكمل بهذا الشكل حتى كنكمل كل القطايف اللي عندي، ومن بعد غادي ندوزو لمرحله القلي ونوريكم كيفاش قليتهم. هنا البنات في مرحلة القلي كنسخن الزيت جيدا، كندير وكنحط القطايف ديالي فيهم، كنقليهم كنخليهم حتى كيتحمروا من الجهة للتحت، ومن بعد كنقلبهم كيتحمروا من الجهة التانية، ومن بعد كنحطهم في العسل، يا اما ترشوا عليهم غير العسل من الفوق، يا اما تغطسوهم في العسل كما غادي نعمل انا هكذايا، غير تهزوهم هكذايا تغطسوهم وتحطوهم في يعني في الشبكه هكذا تصفى. هنا البنات بالنسبه للكميه اللي بقات ليا، فانا هادو غادي ندخلهم المجمد يعني هكذا واحده يعني من بعد على وحده، ومن بعد غادي نحطهم في كيس، يا اما نحطهم في الصواني اللي كان تاع الخاصه بالثلاجه ونحتفظ فيهم وقت اللي تبغيو تعملوهم، غير طلعوا يعني طلعوهم هكذاك من المجمد وتخليوهم، كتبقى مزيانه ما كتخسرش. وهذا هو الشكل النهائي للقطايف ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتمنى تعملوا لي لايك وخلوا لي التعليق ديالكم ومقترحاتكم للفيديوهات اللي حابين تشوفوهم في خصوص رمضان ان شاء الله، وان شاء الله نعملهم لكم، ونقول لكم باي باي، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو تاني، ومع السلامة حبيباتي.